إن والدنيا والآخرة بحق محمد وعبرته الطاهرة صلواتك عليهم أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وأقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء. غريب يا مظلوم كربلاء ما خبر الله من تمسك بكم من من لجا والتجا إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. لا والله لا ننسى الطاهرة زينب المخدرة العفيفة. لم انسى زينب بعد الخيل حاسرة. لم انسى زينب بعد الخضر حاسرة تبدو النياحة الحالا فالحالا. مسعورة القلب إلا أن أدمعها كالمعصرات تصب الدم. يا لا شو تسوي تدعو أباها أمير المؤمنين. أنا يا والدي حكمت فيه. وينك يا حال الدخيل يا علي تدعو أباها أمير المؤمنين. ألا يا والدي حكمت فينا. رعايا أنا أفصل لك يا علي إن حسحس الليل ورابط لوجهنا وإن تنفس وجه الصور. أبدا أنا قم يا علي يا اللي دفن سلمان الفارس عن ويله. قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض عن الأقدار. أجفانا يا علي اللي يناديك يا علي ما تخيبه يا علي. واليوم زينب تناديك قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض عن الأقدى. أجفانا يا بارت حل فلاك وديك مبرور وقفت بالباب زينب. ها تكون انا عندي نوم اريدك توصل لغري هناك. يا قاطع حنفيات وديك نبر اذا من جلالك من الغري نور. نور انت ولد بشاطي الطور. نادي ودمع العين منثور. ناري ومصب الحسين مكسور.
عطوف امير المؤمنين اللي ننسى ولده اولا وتارة تنتني تدعو عشيرتها من شيبة المجد اشياخ وشبانا. لكن مولاتي ترى احنا رايحين نوصل الرسالة الى الزهراء، نوصلها الى فاطمة الزهراء. خلها تعلم، خلها تكون متعامشها بهذه الليلة الوحشة عليك. يا راحلة يا انجلتا ايبتا مقبلة على واحدة ترى عنك تعبانها، وزينب ترى اليوم بعد تعبانة وياكم. يا راحلة يا انجلتا ايبتا مقبلة تعرج على مكسورة فوق المشرعة طاح
كل عزوة جراحة وطبق السيوخ ورماح ما ذللك حامي يا زين. يا الله يا الله في مثل هذه الليلة في مثل هذه الليلة مش هذا المرة مولاي هذا تفو ما نريدها هذا اللي ما نريده مولاي تفو تخافون من وحشة الظلام وزينب ما عاد هشم حجر والله زينب ما عاد هشم حجر أنا ودي بس تقعدون ويا زينب شوي شوي على راسي على راسي في ظلام الليل أصبحت الرجال تحتوش الرؤوس من واحد تلو الآخر طارة إلى جسد العباس فاحتزوا رأسه أخذ رأس العباس أحدهم وآخر أخذ رأس جعفر وآخر أخذ رأس علي الأكبر فأصبحوا يتهامشون على تلك الرؤوس لكن رجل ما حصل على رأس مولاه تدري ايش سوى تذكر أن الحسين عندما أصيب عبد الله الربيع دفنه عند المخيم توجه ذلك اللعين فأصبح يوقز ذلك الرمح داخل التراب من خيمة إلى خيمة إلى أن احتاج ذلك الحراب أو ذلك تلك الحربة جسد صغير يقول في صحبه إلى أن أخرج رأسه إلى أن أخرج عبد الله الرضيع فجلس يحس تلك الناحة وذلك النحر الصغير إلى أن اقتلع رأس عبد الله الرضيع أين الصارخون حسين شيع والي عظم الله لكم نادى نادى زينب على امكم قالت لها قوم ويا لاخت بظلام الليل ترى اختش زينب ما تشوف قامت زينب مع ام كلثوم يا الله يتخطون بين القتلى قتيلا بعد قتيل ومذبوح بعد مذبوح إلى أن نظرت زينب إلى أم كلثوم صاحت أم كلثوم أنت توجهي إلى أرض المدينة إلى الزهراء وأنا رايح أتوجه إلى الغريب هذه تنادي علي وهذه تنادي فاطمة يقولون إلى أن رجعت زينب إلى أم كلثوم صاحت أم كلثوم عينيني على جمع الأطفال والعيال وأصبحوا يجمعون الأطفال والعيال من كل جانب هذا جالس عن جسدي يبكي وهذا منكب عند العباس ينوح وهذا جالس بزاوية المخيم وهذا جالس بخيمة محروب الشيعة وهذا فرد البار وزينب تلحق وراه وتنادي تعال يا ولد ارجع للمخيم وترجعوا الى المخيم بينما زينب تدور وتبحث من طفل الى طفل ومن طفل الى طفل الى ان صاحت بني سكينه اننا الى انت ما ردت عليها سكينه صاحت يا ليلى اين سكينه قالت ما درعنا يا رباب وين سكينة ما درعنا فأصبحت تدور زينب من مكان إلى آخر ومن جسد إلى آخر فالتقت مع أحد الأعداء يقول إذا أن نظرينا زينب رفعت يدها تقول كفاني ضرب يا رجل قال إيش عندش يا زينب طالعة خارج المخيم قالت إن طفلة عندي ضالعة ما درعنها ولد قال من تعنين بها قالت عزيزة الحسين إن دللت الحسين سكينة قال يا زينب أرى صوابع عند جسد الحسين يقول توجهت
سلم إلى جسد الحسين وإذا بالسكينة ممتدة على جسد الحسين تنادي يا والدي والله عظيم يا والدي والله عظيم عظيم أنا صير من صغر يتيم يقول رفعتها زينب عن جسد الحسين يقول لكن تلك الطفلة سكينة تعلقت بجسد الحسين تروح ترفعها تقول يا عمي التفتينا جسد الحسين قال وما تعنين يا سكينة يقول فأشارت على منحر الحسين ساحت عنا شوف القبيل داخل منحر الحسين رجعتها زينب عن جسد الحسين رجعتها الى المخيم لكن مولاي زينب بقلبها علم بقلبها حرقه رجعت الى جسد الحسين وين تنادي ابعد الخيم يا حسين محروقه وانا شفتهم يا الاخو ميتين واحد حاضر ما ادري مولاي ما ادري الله ما ادري الكبير لو صغير اللي حاضرها الكبير عن الاخو حاني ودمع عن وحوش وللخيمة المحروقة جبتهم يا عزيز الروح بجت عائلتك يا حسين كلها بالبجة والنوح وقطرة ماي ما عدنا وعليلك بين المطروح ويتامى شاحنا الخيمة وحريم مسلبة وعلي أبو علي متمنى تردوا مني اسمع اسمع أحد يطلب الظلام مولاي تقول سيد أي طلب الظلام تمنى تردوا من لأنه الحالة تلقى جرح يوم 11 يوم الشوم ليت ما طلع فجر لكنك ما شفت فعلا كشف لي الدم من أحد ما يسكت يا الله يا الله هذا حان زينبها شي عمواني عظم الله لكم الاجر احسن الله لكم العزاء اصبح زينب متحيرا بالاطفال والحرام الخيم خيمها محروقه ايش سوت زينب قامت تشتكي بعد الحال انا وين اجمع الاطفال وين اوديهم يا ابو علي
لكن ماكو جواب على زينب. ردت لابو فاضل: ابو فاضل ما تقوم لاختك زينب. ابو فاضل انت اللي ما رضيت عندما سر الحرم او عندما سر الزياق. يوم الطور ما حرات ان يقترب مني، ما رضيت يقترب مني يا ابو فاضل. صاحت: يا علي يا علي يا علي، اذكرك يا امير المؤمنين اللي نسيت دبر الكربل. يا علي تذكر يوم امر موضوعه على الناعش. صحت: يا سلمان تباعد ويا فلان ويا فلان. عندما سألوك ليش يا امير المؤمنين، قلت عشان زينب تجوا تفجعتهم وما ريتكم تسمعوا صوتها. اني اظلم علي الليل وازدادت الوحشة، ما اشوف غير ايتام تتصرخ بهشة. مستعد شيخ العاشي احسن ما حد شال نعشة، سنين حرمة ويا خيد بحجرة طفلها. باتت خيل من المزهرة تزهر باهلها. صوان اخوي حسين حانت رفع اعلام. صوان اخوي حسين حانت رفع اعلام. وصبيحت مشغول الهوى شمحاني نور. خمسات ما لقناع والستر بالجفور. هاي خلت اسمعك الزهرة بيها هاي. حضرتها عود لك مولاي، خل الزهرة بسمعك وياها. وصبيحك وشبون الهوى شمحاني نور. خمسات ما لقناع والستر بالجفور. زينب على مخيم زين العابدين، هذا وزين العابدين مخشى عليه. أصبحت تحرك زين العابدين، تنادي على زين العابدين. زين العابدين صاح: من الذي تناديني هذه الساعة؟ قالت: أنا زينب أمير يحجون عني. أنا زينب أمير يحجون عني. سليت المصايب والمصايب نورت مرمريت من صغر سني. عزيزة والدهر بحسن درني. يا عزيزة والدهر بحسن
الله نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء والتسعة المعصومين من ذرية الحسين أن تفرج عنا يا الله فرج عاجل غير آجل كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم إلهي من هو مغريت في هذا المجلس فداوي اللهم بدوائك وابعدوا عن بلائك بحق المريض كربلاء زين العابدين. اللهم من كان عنده مسافرا او غائبا رده الى اوطانه سالما غانما لا فاقدا ولا مفقودا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فك قيد كل اسير لا سيما اسرانا المظلومين من ايد الظالمين يا رب العالمين يا الله. استاذنا الاستاذ عبد الوهاب حسين اللهم فك قيده وقيد جميع قادتنا يا الله يا الله يا الله. جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم في انفسهم ومن يلوذ بمن مؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع تقبله اللهم منا ومنهم بخير قبولك يا ارحم الراحمين. والى موتى الحاضرين ومن مات على الايمان والشهداء الى ابرار شهدائنا والعلماء الاخيار نهدي للجميع ثواب سوره الفاتحه المباركه تسبقها صلوات.